انه اختيرت مصر لاستضافه مقام المجلس لما لها من رياده وخبرات متراكمه في موضوعات وقضايا المياه. النقطه الثالثه ان المجلس بيزاول انشطته بالتعاون وتحت مظله جامعه الدول العربيه بالتعاون مع مجلس وزراء المياه العرب وبالتعاون مع الدول والحكومات العربيه اللي بيتمثلوا في مجلس المحافظين المجلس، ايضا بالتعاون مع شركاء التنميه من المنظمات الحكوميه والعربيه والدوليه اللي احنا بصدد توقيع بعض اتفاقيات الشراكه بين المجلس ومن هذه المنظمات. يمكن برضه انا هترك الكلمه قبل ما الدكتور خالد يجهز نفسه. معانا زي ما انا قلت ان التحديات كثيره جدا في المنطقه العربيه ومتزايده وتحتاج الى اجراءات احترازيه في المرحله القادمه خلال ال 30 سنه القادمه، لان نحن ما زلنا حتى الان عندنا ندره في الموارد المائيه. 18 دوله عربيه لديها ندره في الموارد المائيه لم يعني تقل عن حد الفقر المائي. ان احنا ما زلنا في المنطقه العربيه نستورد 50% مما ناكل، اننا نحتاج الى 75 مليار دولار سنويا لمواجهه تحديات المناخ في المنطقه العربيه. أنت لابد من اتخاذ قرار سياسي وإعادة التوجه السياسي بشأن البحث عن المصادر المائية غير التقليدية وإقرارها بشكل فعلي، لأن الوضع كارثي كما تعلمون حضراتكم، الوضع المائي كارثي في المنطقة العربية وفي بعض الدول وصلت إلى حد الفقر المدقع في المياه، فلا بد من النظر بعين الجد والاعتبار إلى المصادر غير التقليدية، ولابد من إعادة النظر في كل ما ينظم استخدامات المياه من قوانين وشرائع. مع تنفيذ المشروعات الإقليمية المشتركة، ويظل نهج التعاون نهج استراتيجي في كل المواقع. يعني ده موضوع مهم، وأنا أتصور كان فيه يثير إن شكل مجلس الحكماء كان فيه مقترح لتشكيل مجلس حكماء في مجلس أو لجنة الحكماء في المجلس العربي للمياه فيما يخص موضوعات حماية المياه العربية المشتركة يمكن أن تبني بدلوها في هذا. 23 دولة عربية، 18 دولة عربية بتعاني من ندرة المياه، بمعنى انه نصيب الفرد اقل من 1000 مليون مكعب عام. نحن ما زلنا نستورد 50% مما ناكل في المنطقة العربية. هناك واقع التغيرات المناخية الذي له كان تأثير وشفناه هذا العام في مناطق كثيرة في المنطقة العربية لم تكن تعرف من قبل. النهارده تكلفة مواجهة تحديات المناخ تتجاوز ال 75 مليار دولار سنويا في المنطقة العربية. بنتكلم عن الهجرات القصرية والنزوح القصري في المنطقة العربية نتيجة موضوعات الإرهاب، وهذا يسبب ضغوط كثيرة على الموارد الطبيعية. احنا من خلال موقعنا الجغرافي والطبيعي يعتبر لبنان أصغر بلد عربي، مساحته 10,000 كيلومتر، ومساحته غنية بالمتساقطات بالأمطار وبالينابيع المياه العذبة. يعني بيتميز عن باقي الدول العربية إنه عنده مصادر مي غنية، وهالمياه المجملة بتروح بتصب البحر، ما عنده سدود يجمعها في فترة الغزارة. دونك هلا نحن من خلال اجتماعاتنا مع المجلس العربي المياه يعني حضرنا ورش تدريب، وهالإحصاءات اللي عاملينها، المؤشرات اللي عم يعملوها كثير بنستفيد منها نحن تنحدث الخطط المائية اللي نستفيد منها الثروة المائية الموجودة بلبنان.